السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق الحصة الثالثة من الوحدة الأولى، الموضوع تنفس الإنسان، المرجع منهل النشاط العلمي للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذا اليوم تأثير التلوث على الجهاز التنفسي. إذا الهدف التعلمي أفسر تأثير التلوث على الجهاز التنفسي. لاحظوا معي في الصورة، يختلف لون رئة شخص لا يدخن، إذا هذه رئة لشخص لا يدخن، على لون رئة شخص مدخن، إذا وهذه الرئة لشخص مدخن لاحظوا معي أصبحت سوداء بسبب التدخين. إذا ما هو السؤال؟ ما تأثير الهواء الملوث على الجهاز التنفسي؟ إذن ما تأثير الهواء الملوث على الجهاز التنفسي؟ أفترض إذن يضر الهواء الملوث جهاز التنفسية. إذن الهواء الملوث يضر الجهاز التنفسي. لاحظوا معي فقط الفرق بين الرئتين، رئة الشخص الذي لا يدخن ورئة الشخص المدخن. أقارن الهواء المستنشق في الحالتين وأتمم. إذا لاحظوا معي الحالة الأولى، الهواء المستنشق في الحالة الأولى مضر للصحة، حتى الإنسان الذي يكون جالسا قرب المدخن يتأثر. إذا سلوك غير مقبول صحيا. إذا اللعب في الهواء التلقيني هو سلوك مفيد وجيد. الصورة الأولى، الهواء المستنشق ملوث ومضر بصحة الجسم. الصورة الثانية، الهواء المستنشق نقي ومفيد للصحة. أضع علامة في خانة الصور التي تمثل أوساطا ملوثة. إذا فقط نضع علامة في خانة الصور التي تمثل أوساطا ملوثة. لاحظوا معي مكب النفايات وسط ملوث، عواد المصانع وسط ملوث، الغابة وسط نقي ومفيد للصحة، عوادم السيارات وسط ملوث. إذا استخلص، أحافظ على سلامة أعضاء جهازي التنفسي بتجنب الأماكن المغلقة والملوثة. استنشاق الهواء الذي أجده في الغابة والحقول. إذا أحافظ على سلامة أعضاء جهازي التنفسي بتجنب الأماكن المغلقة والملوثة واستنشاق الهواء الذي أجده في الغابة والحقول. كلمات مهمة، ملوث بولي نقي بيغ مطرح ديشارج نفايات ديشي دخان فيمي جوبا جوباغ لي كومبورتمون نويزيبل ا ما ريسبيراسيون. إذا غنشطب على الكومبورتمون السلوك الذي يضر بتنفسي. سو بروموني دون اون بريري، إذا هذا سلوك جيد للصحة والجهاز التنفسي. فير ان بيكنيك بري دون اوزين، يعني كنقوم بواحد الرحلة حدا واحد المعمل اللي كيطرح الدخان، إذا هذا مضر للجهاز التنفسي. جوي اكوتي دي شارج دو ديشي، إذا نلعبو حدا واحد المكب النفايات أيضا مضر بالصحة. الي اون مونتاني نذهب إلى الجبل، إذا هذا سلوك جيد للصحة.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.